إذا الإخوان وصلنا لهانوي عاصمة الفيتنام، وكان خصنا ناخذ الترونسبور باش نمشيو لهالون باي. هنا فين غادي ندوزو النهار كامل. النهار الثاني هو اللي غادي نديرو فيه التور هنايا في هالون باي. غادي يهزونا من الوطيل هنا على حسابهم، يديونا لواحد المرصى ويركبونا في واحد الباطو، النهار كامل غيساريونا هنايا في هاد الجزر تقريبا من 9 الصباح حتى ل 5 ديال العشيه، داخل فيها الغداء. كلشي غتشوفوه في الفيديو ان شاء الله، نتمنى على الله يعجبكم. فيتنام، اشنو كتفكر ملي كتسمع هاد كلمة فيتنام؟ الحرب ياك في اوائل الستينيات حتى المنتصف السبعينيات. اجي اليوم عيش معايا واحد المنطقة سميتها هالون باي اللي غادا تغير رأيي ديالك حول فيتنام. هالون باي كيتواجد في شمال شرق فيتنام، بعيدة تقريبا من العاصمة هانوي بثلاثة السوايع بالطوموبيل. هالون باي المساحة ديالو تقريبا 1500 كيلومتر مربع، وكيتواجد فيه أكثر من 2000 جزيرة صخرية، وكيتواجد فيه أيضا أكثر من 100 كهف. هالون باي كيتعتبر من أول المناطق السياحية في فيتنام اللي كتجلب توريس. مؤخرا اليونسكو زادتو في لائحة التراث الإنساني، واختارته كأحد عجائب الطبيعة السبع الجديدة. Thank you.
إذا أول توقف غادي يكون في أشهر كهف موجود في هالون باي اللي سميتو هانغ سانغ سات، بالعربية كهف المفاجآت، اللي اكتشفوا الاستعمار الفرنسي سنة 1901. كيف قلت كاين أكثر من 100 كهف في هالون باي، ولكن اللي معترف بها من طرف الدولة هي 59 كهف، وهذا هو رقم 23 اللي تكتشف. ما تعطاش تراخيص للسياح يمشيو يزوروا هذا الكهف حتى 1993، وإلا وصلتي ليه وبغيتي تدخل ليه خصك تطلع بعدا واحد أكثر من 100 درجة تقريبا العلو، شي 30 متر علو.
إذن المحطة الثالثة هي جزيرة تيتوب، وسموها تيتوب على اسم الجنرال السوفيتي تيتوب اللي زارها في سنة 1962 رفقة المناضل الفيتنامي هوشيمين. وإلا بغيتي تطلع الفوق وتشوف المنظر خصك تطلع أكثر من 400 درجة. إذا الغد ليه رجعنا للعاصمة هانوي، عاصمة السكوترات بمعنى الكلمة. إذن الإخوان غادي نضحكوا غير واحد شوية. شوفوا واش تقدروا تلاحظوا شي حاجة في هذا الكروازمو. أنا اللي لاحظت ما كاين لا ضوء الأحمر والخضر، ما كاين لا علامة قيف، ما كاين لا كبيرة في صغيرة، ما كاين لا مول اللي من يدوز. هاتوما شوفوا ما كاينها، ادفع الجبهة ودخل، واللي عطاك الطريق راك دزتي، ولا ما عطاكش الطريق راه هو غادي يدوز. إذن هذا واحد سيكسور كيدوز من وسطو التران. شحال من واحد يقول لك لا فوتوشوب، لا فري كيدوز التران من هنا. غير الوقت اللي كنت انا تما ما داش التران، قالوا لك بقى حتى السبعة، وديك الساعه 3 ما يمكنش ليا نبقى نتسنى. وحيت الناس كيمشيو تما كيتصوروا بزاف، داروا واحد العسكري تمايا كيمنعهم. ولكن الا كنتي غادي تشرب قهوه ولا دوموندي ماكله في دوك الريستورات اللي موجودين لداخل، كيخليك تدخل. فيتناميز كافي. بان ليا الكافيين ديال القهوة عطى المفعول ديالو.
وهنا الإخوان كيف كتشوفوا هاد الزواق، حيت كان رأس العام ديال فيتنام قريب، تقريبا كانت بقى ليه سيمانة. فيتنام والصين كيحتفلوا بنفس رأس السنة ديالهم. هنا يا الإخوان جلس باش ناخذ واحد القهوة فيتنامية 100%، وننصحكم إلى جيتوا لفيتنام تجربوها، سميتها إيك كافي، يعني قهوة بالبيض. يا كيف سمعتوني، القهوة مصيبة بالبيض، واعرة. فيتناميز كافي إيك كافي. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.